على كل لمزيد من المتابعة مع مباشرة من عمان سامويل إدوين المتحدث باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. سيد سامويل أهلا وسهلا بك. البعض يقول إن هذا الاتفاق سيغير وجه الشرق الأوسط والمنطقة العربية تحديدا رأسا على عقب، ما رأيك؟ شكرا لاستضافتكم ومساء الخير لمشاهديكم. هذا الاتفاق مهم وجذري في أين وبناء السلام في الشرق الأوسط. الشرق الأوسط شهدت اضطرابات كثيرة في السابية والسنوات الأخيرة لا شك، ونحتاج إلى هذا الاتفاق لنوع منع سباق الأسلحة النووية. والحكومة البريطانية لعبت دور في مفاوضات خلف هذا الاتفاق، لكن ندخل إلى هذا الاتفاق مع عيوننا مفتوحة. إحنا لسنا ساذجين عن هذا الاتفاق. هذا الاتفاق مثل كل الاتفاقات في الدبلوماسية الشيطان يسكن في التفاصيل، لكن في هذا الاتفاق الشيطان يسكن في التطبيق. يعني تعرف الطريق إلى جهنم معبد بالنوايا الحسنة كما يقال. في ميزان الربح والخسارة سيد إدوين، من ربح ومن خسر من القوى الإقليمية أو من القوى الدولية، أم أن الكل رابح كما يقول؟ علينا أن نرى في المستقبل كيف الإيرانيين يطبقوا هذا الاتفاق. في أجهزة، في آلات في هذا الاتفاق، هي تقصد أن أي نوع انتهاك من قبل الإيرانيين سيعني أن عودة إلى عقوبات عليهم، ولذلك الإيرانيين يستطيعوا يفوزوا أو يستفيدوا من هذا الاتفاق إذا هم يطبقوا الشروط الشديدة فيها. وأيضا الدول الخليج الإماراتيين يستوعبوا أن توجد إمكانية التجارة أكبر لهم، لكن في مخاوف ملموسة. أنا سكن في المملكة العربية السعودية وأنا سمعت كل يوم مخاوف مبررة عدم الثقة في العلاقة بين المملكة العربية السعودية والإيرانيين. سيد سامويل، سيد سامويل، هذا الموقف مبرر. طيب، هل سينسحب هذا الاتفاق برأيك على الملفات الإقليمية الشائكة المعروفة، بمعنى أنه ربما يفتح نافذة على حلول سياسية سواء في العراق، في سوريا وفي اليمن، أم لا علاقة لهذا الاتفاق بهذه الأمور بأي شكل من الأشكال؟ الشرط المسبق لأي نوع تحسين في العلاقة بين إيران والمجتمع الدولي، هذا كان تسوية هذا الملف، ملف السخن، الملف النووي. وللآن في إمكانية تحسين في المجالات الأخرى، لكن علينا أن نكون صريحين عن هذا الموضوع، لأن سجل الإيرانيين إيران في المنطقة هو ليس جيد. شهدنا التدخل المباشر من قبل الإيرانيين في البلدان المجاورة، وأيضا توغل واستفزاز. علينا أن نعزز للإيرانيين هذه الفرصة، فرصة ذهبية لهم لتلعب دور إيجابي في هذه المنطقة. والحكومة البريطانية إحنا منفتحين لهذا. نعم. من عمان سامويل إدوين المتحدث باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، شكرا جزيلا لك.